خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي، أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته، لقيته هو هو اللي كنت بتمنى شوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه. ولقينا روحنا على بحر الشوق، نزلنا نشرب ودوبنا فيه. ومن يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة. ليلة 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 ليلة. الله، يعطيك العافية، ما شاء الله عليك. هذا الصباح رنا عوض. هلا هلا رنا، كيفك؟ يسعد صباحكم. ما شاء الله عليك على الصوت. تسلم. وعلى الصبح. وعلى الصبح. وردة. أنا هيك بحب أسمع على الصبح. وأنا كمان. جد. رواق. من وين هذا كله بلش؟ الإشي يعني كانوا من أنا صغير يعني، بس جديد صرت أصور وأحط. تقدر تقول على صغير يعني إيش صغيري؟ يعني 5 سنوات ولا 10 سنين ولا كيف؟ 6 7 هيك. بهيك. والبيت بيسمع طرب؟ امي بتغني، خالاتي يعني ليش زي ورات اكثر. هي من جهه الام. ايوه. جهه الاب زعلانين منك هاي اللحظه، انت عارفه. هن بيسمعوا. هن بيسمعوا. الاب اللي بيسمعوا. في اللي بيعمل في اللي بيستقبل. هذا كثير منيح، روعه. رنا نسمع يعني هيك الميول الفنيه بلشت بجيل 6 سنين. طب مين اللي اكتشف الصوت الحلو؟ مين اللي كان داعم كمان على كل هيك هاي المراحل؟ تقدر تقول شيء بالمدرسه في حصه الموسيقى، انه كنت كثير يعني اغني، وحتى الاستاذ كان كثير انه داعم. وكمان بالبيت يعني هيك لما نقعد لمي وعيله، وكنا كلياتنا نغني. كانت اول مره لما غنيتي مقابل العيله كان في جرأة طبيعيه ولا كان في شويه تعرق وتنميل وخوف وخفان قلب وهيك شغلات حتى امام العائله؟ كان هذا الاشي يصير الخوف؟ لانه يعني بالاول هيك الواحد بيكون خايف يزبط ما يزبطش، او انه بالذات لما كله صوت حلو يعني. ف طب مين اجمل صوت بيناتكم يعني؟ امي. امي. وجه لها تحيه. وجه لها تحيه بكل تاكيد. اكيد. رنا رح نحكي كمان عن يمكن هيك اول مره وقفتي على مسرح، اول مره غنيتي قدام جمهور، وحتى ان كان الجمهور هو جمهور عائلي. ونسمع لمين بتحبي تسمعي ومين المغني المفضل وقدوتك بالفن، بس بدنا ننتقل لكمان انجاز بكل تاكيد علمي طبعا وفي مجال الهاي تك. تليفون مباشرة إلى، ننتقل إلى دبي. سوار الأسعد متفوقة في المجال العلمي، صباح الخير لإلك سوار. سوار صباح الخير. سوار مش عم تسمعنا. دبي مش بعيد يعني، مش شرط إنه يكون في. أوكي، رح نرجع لك سوار بكل تأكيد. بنرجع لرنا. رنا حكت لك عفاف على أول وقوف كان على خشبة أو منصة المسرح، وينتا كانت؟ أول إشي إنه حفلات تخريج بالمدرسة، وكمان مرتك بعراسنا فكنت أطلع أغني يعني. رنا بتذكري شو أول غناية غنيتيها لما وقفتي على مسرح قدام عيلي قدام جمهور؟ اللي كانت بالعرس زي العسل غنيتها. اللي بالمدرسة أنا صار لازم ودعكم ومالش عشان حفلات تخرج. حبكتها يعني. يعني. ما شاء الله عليك. طيب أوكي، على بتكتبي إشي منك ولا لا؟ لا، بس يعني بالعادة بس أسمع الغنية إنه دغري يعني هيك بحاول أغنيها أو تحفظيها وبترددها. بالضبط، إنه بحس الإشي يعني
بده شغل بس تزبط معي دول. رنا واضح من كمان كيف جاوبت دولت انه من جيل 6 سنين بلشت تغني، يعني هي الموهبة هاي اللي من الصغر وبالوراثة زي ما حكينا. بس كتير مرات لما شخص بيكتشف انه عنده صوت جميل يمكن بحب اكتر يتعمق بالموسيقى، بالتالي بيعزف على آلي او بدرس العزف على آلي. صار معك هذا الاشي ولا حاليا بعد؟ إيش عم بتعلم على القانون؟ ما شاء الله اخترتي آلي وترية صعبة. صعبة فعلا؟ مش بالضبط صح بقوله كله عليها صعب، بس انه يعني لما انت تبدا بالإشي وتحب يعني بالضبط يعني كيف بدي اقول لك، هي صح هيك انه آلي معقده شوي بتشوف فيها كتير اوتار، بس لما هيك تمارس بشكل خلص تتعود عليها. بدك تحضري لنا اغنيه بعد اذنك، لكن دور عفاف نجرب حظها مع دبي بلكي ظبط. اوكي يلا. مجددا صبح بالخير على سوار الاسعد. يسعد صباحك يا سوار. يسعد صباحك. كيف زقطت معك؟ اهلا وسهلا فيكي النساء. النساء قلوبا. يسعد صباحك سوار. يعني عم نتحدث انه حضرتك ما شاء الله عندك انجاز في مجال الهاي تك تحديدا. قبل ما نحكي عن تفاصيله نحكي شوي عن البدايه المبكره مع هذا العالم اللي كمان الفكره اليوم السائد انه صعب، وتحديدا صعب للصبايا والنساء. مضبوط، هو ما زال شوي نسبة النساء قليلة فيه جدا. أمر اللي لمسته يعني من خلال التجربة الصغيرة اللي كانت عندي بالمجال. الشيء بلش من جيل صغير لما كان أكثر الاهتمام في عالم الفيزياء وعالم الأبحاث الأكاديمية، ومن هناك شوي شوي اهتمام بيجيب اهتمام، والعلم دائما بحكوا بحور والناس بتتقدم فيه. فمن اهتمام لاهتمام وصلت عالم الهايتك، ولقيت نفسي فيه يعني مثل ما بحكوها، ولقيت انه هذا المجال اللي بدي اكفي فيه والمجال اللي بشوف حالي فيه. فالشي عمليا بلش كنت من صف 9 ادرس في مدرسة اعدادية، واجاني اجا كان في نداء يعني على مسابقة برنامج أكاديمي اسمه برنامج ألفا في جامعة تل أبيب للبحوث الأكاديمية. هناك قدمت طالبي يعني اللي كانت تهوى هاي الأمور، وكان يعني مثل حلم إني أفوت مختبرات وجامعات وهيك. فبعد ما مرقت عدة امتحانات وعدة مقابلات لفحص اللغة الإنجليزية اللغة العبرية ولفحص المعرفة في الفيزياء والبيولوجيا والرياضيات وكل الأمور العلمية، فبعد ما اجتزت هاي الامتحانات والمقابلات بالفعل يعني تواجدت في جامعة تل أبيب دار 2.5 سنين، وأنا أعمل بحثي كان في مجال انترفيرومتري. والحمد لله لما البحث نجح وانتشر كانت عندي مقابلة على التلفزيون مع القناة الثانية على البحث. حقق نجاح كبير للجامعة كاسم ونجاح كبير لإلي كشخص يعني. فمن هناك بلشت الأمور تتقدم، إني تواجدت في مدرسة دولية، ما أخذت منحة لمدرسة دولية عشان أدرس إنترناشونال بكالوري الدبلومة. وهناك بعد ما أنهيت البحث أنهيت الإنترناشونال بكالوري الدبلومة مع علامات عالية جدا، تواجدت كان في مسابقة أونلاين عالمية اللي فزت فيها في برنامج الكمبيوتر ساينس والفيزيكس، وكانت منحت لي منحة يعني على ضوء هذا الأمر إني أتواجد في الـ MIT واللي هي الجامعة الأولى في العالم في مجال الهندسة. وتواجدت عملت كورس في جامعة الـ MIT في أمريكا في الـ Basics of Electrical Engineering، وهناك يعني حسيت إنه يعني هون بتيجي الكومبينيشن تبعت فيزيكس وماثماتكس واللي هي المجالات اللي بحبها، وبتربط مع الالكتريكال انجينيرينج اللي كتير كان اشي انترستينج لإلي. فبعد هذا الكورس والدبلومة والهيك كانت في مسابقة كمان اونلاين على مع شركة تشيك بوينت من اكبر الشركات يعني للسيكوريتي في مجال الحماية الالكترونية. نعم مضبوط. فعمليا كمان هيك كنت يعني ساعتها متخرجة من الثانوية وقعدت على اللابتوب وبلشت أحل التشالنجز اللي كانوا حاطينهن بعد ما شفت عنهن تقرير في التلفزيون إنهن تشالنجز كتير صعبين التحديات ومش ممكن حلن وهيك، فروح التحدي عندي شدتني إنه بلكي يطلع معي. وبالفعل لما الإنسان عن جد بحاول وبيريد فزبطت، ولما حليت التحديات وهيك
تواصلت معي الشركة وكنت لسه بنت 17 سنة يعني، عملوا لي كمان تيست وانترفيوز وهيك، وحكوا انه يعني بدنا اياك تكوني جزء من الشركة معنا، وهي كانت الفرصة الأكبر والأعلم يعني. وتواجدت اشتغلت معهم لمدة سنة كاملة، وكان سبب توقف الشغل هو بس انه تعليمي يعني، اني بدي أبلش الدراسة الجامعية، واللي هي كانت عبارة عن تجربة رائعة في مجال السيكوريتي السايبر والكمبيوتينج سيكوريتي وهاي الأمور. فهي اللي ما يسأل يعني في مسيرة. عن جد بنفتخر فيك، صبية متألقة لف العالم ومعنية جدا بهذا النوع من الدراسات. لكن لفت انتباهنا بكل تأكيد تواجدك واهتمامك بوجودك في دبي، شو الهدف منه؟ هلا أنا اتجاهي دائما كان نحو جامعات أمريكية، لأني درست الانترناشنال بكالوري الدبلومة، ما عملت النظام التوجيهي الطبيعي المتواجد عندنا في فلسطين، كان لأهل الداخل أو لأهل الضفة الغربية. فالانترناشنال بكالوري الدبلومة تعد يعني نظام عالي المستوى في هذه الثانوية، فحبيت أني ما أظلم نفسي ومن بعدها أكمل في جامعة في البلاد عندنا. فاتجهت حول الجامعات الأمريكية والنظام الأمريكي لقدرة وقوة الشهادة الأمريكية في المستقبل يعني في الكارير لأي إنسان. الجامعة هي من أحد الجامعات الأمريكية اللي قدمت لإلها وانقبلت لها وأخذت منهم منحة عالية جدا، ولكن بعد ما إنه عرفت إنه الجامعة إلها كامبوس في دبي، اللي شدني لدبي هو انفتاح دبي، تقدم دبي، إنه أغلب شركات الهاي تيك بما في تشيك بوينت يعني اللي أنا كنت جزء منها متواجدة في دبي، من عالم السايبر كتير مفتوح، عالم الهاي تيك كتير مفتوح، فكل كل الأجزاء المتجزئة يعني من عالم الهاي تيك متواجدة في دبي، مع إن في بوزيشنز كتير فارغة متاحة كمان بسبب إنه نعم. يعني نعم. بالضبط، لأنه يعني عند الثقافة عند الشعب لهذا شوي مش عالي، فكتير متاح للناس اللي بتيجي من برا مع ثقافة الهاي تيك مع الهاي هم يمسكوا أماكن منيحة. جذبتني يعني البوزيشنز العالية المتاحة، وإنه بالنهاية جامعة مثل ما بدي، جامعة أمريكية أمريكان ديجري يعني، وبتطلع من نيويورك. فتبعي مع الجامعة إنه سنتين هون في دبي وسنتين في نيويورك، فكتجربة جديدة، تجربة علمية، تجربة اجتماعية، وتجربة مع بتوقع يعني اللي شدني إنه رح تعطي بوش كبير في الكارير تبعي في عالم الهاي تيك بسبب كل الأماكن المتاحة والتقدم المتاح هون، لأنه كله عم يفتح، كل شركة إلا فرق هون، وكله بده يستقطب الناس اللي عندها القدرة في هذا المجال. هو العالم المفروض يكون قطعة واحدة بدون أي حدود، لولا هاي الحرب الاقتصادية ما كان في حدود أصلا. سوار الأسعد، شكرا لإلك وكل التوفيق، رح نتبعك ونتبع أمورك، وإن شاء الله كل النساء هيك يحتذوا بهاي المسيرة اللي أنت عم بتخضيها، اللي بفهموا منها أنه ما في إش حدود، ودائما الطموح ممكن توصل سابع سما كيف ما بحكوا. شكرا لإلك، كنت معنا من دبي باتصال هاتفي. ونرجع على الفن رنا، اهلا فيك مجددا. طيب في 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 اعمال خاصه او عروض شخصيه اللي كانت عندك وهالدرجه انت بتفتخري فيها وايضا مستقبليه وين ممكن نشوفك؟ تقدر تقول انه ما كنتش يعني كتير اطلع على الساحه زي ما بقولوا، بس انه عندي صفحه على الانستغرام، عندي متابعين، بغني، ممكن يعني إسه بالوقت الجاي انه اشترك بجوقه. رنا، مين الفنان المفضل اللي بتحبي تسمعي له، اللون اللي بتحبي تأديه تحسي صوتك بتميز فيه؟ هو طبعا الإشي القديم يعني، دائما بنحس الصوت اللي بيكون واضح فيه اكثر، مبين فيه اكثر، بس انه كمان مع التجديد من يعني. الفنانين اللي اليوم موجودين على الساحه الفنيه اللي بتحبي تسمعي؟ فيش حدا معين، بس مثلا وائل جسار، وائل كفوري. حلو. نساء، حاسه انك تحبي شيرين. بالضبط، كيف هيك صوتها هيك، كله بيقول لي انه تلاقى على صوتك النيله، دانك منيحه يا عفاف.
نشكرك معنا، نسمع منك كلمة أخيرة توجهيها لمشاهدينك وجمهورك واللي بحبوك واللي إسا عم بتعرفوا عليك من جديد، وبدك تعطينا هيك مقطع من أغنية أنت اخترتيها. إنه شكرا كتير على الدعم، لأنه الواحد بدون جمهور بوصلش. غناي غني إيش لفيروز، مقطع هيك صغير نسمع منك. بعدك على بالي يا قمر الحلوين، يا زهر التشرين، يا ذهب الغالي. بعدك على بالي يا حلو يا مغرور، يا حبق ومنتور على سطح العالي. يعطيك ألف عافية الفنانة رنا عوض، كمان رح نتابع معك بكل تأكيد ورح نتابعك. شكرا لك في هذا الصباح. شكرا لك، شكرا. يسعد صباحك.